نولي فام مع حزمي بوشيبة على كابا فام. الفندق الفندق اليوم نحكيه على صاحب الخير ناجي وصاحب الشر هالك. يحكيه في قديم الزمان على مرأة توفى رجلها وخليلها وليد صغير وحنوت تجارة. وفي هاك الوقت كان المرأة عيب تخدم وكان توفى رجلها لازمها تعاود تعرس وما تعيش وحدها. أي جابولها العائلة رجل خذاها وشد تجارة المرحوم. هيك الرجل كان ما يتيقش لوليد ويكره كره لعمى. ديما يضرب فيه ويهين فيه برغم صغر سنه ويقضي فيه برجيب هذه وبرمد هذيك والقشة ونشا فيه. وهيك المرأة تشوف بعينيها وساكتة ومغلوبة على أمرها المسكينة. حتى الماكلة تحط له هيك لوحده في الكوجينة. وكيبدأ رجلها مش في الدار عايك تدل وتبشمش بيه. أما كيف يروح تبدأ تبعد فيه باش تحميه من تعجريفه ومن تقول عدم وتمنعه من برا إشري وبرجيب. تخاف عليه خاصة وهو المسكين صغير وما كتمش حتى 6 سنين. مرة يزمان ويجا يزمان وكان على هيك الحال. هيك الوليد مسكين شاقي من رجل أمه ويتحمل والفم ساكت وما تسمع منه كان الله يبارك وحاضر ولمها كحدها على ولدها أما ما بيدي حيلة. وهيك الراجل كل مرة يزيد عقيدة وكل ما يلقى يطردوا من الدار غير صابرة على عينين وكلمات الناس اللي يقولوا خرج الولد من رزقه. ولا كل ما يروح للدار لازم يبعث هيك الوليد بقضية باش يرتاح من شوفته قد ما يقدر. هاو مرة يبعثوا للرباط الفلاني ومرة للسوق الفلاني على قضيات كانت تجم تجيبهم من حنوت بجنب الدار. لكن اش مش يقول الميت قدام غساله. نهار روح هيك الرجل ناصب وشيغ وحب يتخلص من هيك الولد بأي طريقة وأطول وقت ممكن. ندلو مدلو صدري منقوب وقالوا برا اشري لي بالك ورد بالك ترجع بلاشي بها. هيك الطفل قال له حاضر وخرج وما تجرأش حتى يسألوا شنية هالبالك هذه. خرج المسكين والعطار اللي يعرضه يا عمي عندك شي بالك اللي يستغرب واللي يقول ما نعرفهاش واللي يضحك عليه واللي طرده وهو المسكين سقيه حفات وما لقاش بالك. بدأ الليل ليل والدنيا غربت وهيك الطفل من سقاق لسقاق حتى يشوف في ناس ملمومة ويتصايحوا بالك بالك. مشى يجري تعدى بيناتهم وإذا بلفعة تسحف وهما ينكزوا خايفين. هيك الوليد مسكين سمع كلمة بالك قال هذه هي اللي لوج عليها رجل أمي. نحى بلوزته وترمى على هيك اللفعة ولكمتها في وسط البلوزة والناس باهتة فيه وتم رجع للدار فرحان. وصل دق الباب حلت له أمه تخلفي على هيك الظالم. قالوا مش قتلك ما نحبكش تشوف وجهك إلا ما تجيب لي بالك. قالوا هاني جبتها يا بابا جبتها ترى وريني شنو مد مدلو هيك البلوزة. تلدخل لفعة يتيح يتسكك وصاحب لمانة يهز أمانته وغزر له الوليد وقال له بالك بفلوسك شريت هالك يا صاحب الخير ناجي ويا صاحب الشر هالك. الفندق الفندق.